السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دكتور محمد صالح من إيديوبيك. النهاردة هنتكلم عن الـ Basics of ECMO in Pediatrics. طيب، الـ Contents بتاعت الحاجات اللي هنتكلم عنها اليوم إن شاء الله، أولاً يعني إيه ECMO؟ Why we need ECMO؟ Common Respiratory and Cardiac Indications، التيم بتاع الإكمو، the components of the ECMO, types of connections, outcome, contraindications, criteria of pediatrics and neonatal ECMO, medication and anticoagulation, ventilation on ECMO, safety checks and neurological assessment on ECMO. الأول هنبدأ نقول what is ECMO. ECMO هو عبارة عن extracorporeal membrane oxygenation or extracorporeal life support. Extracorporeal, it means outside the body. يعني حاجة خارج الجسم هتقوم بدور الـ heart واللنج. It's a modified cardiopulmonary bypass machine. هي زي الـ bypass machine اللي بتستخدم في الـ open heart surgeries. بس هي modified وبتبقى أصغر شوية في الحجم. It can be used for a longer time. It's a form of life support used for babies, children, and adults. It can be used for energy and gas exchange. How does it work? إزاي بيشتغل الإكمو؟ بمنتهى البساطة، the ECMO machine, it drains the venous blood, بياخد الـ venous blood عن طريق كانيولا، هنتكلم عن ده بعدين. وبيعمل له oxygenation and removal of the CO2 and then warming the blood then pushing this blood into the circulation. So it works as a heart and a lung machine. Why we need ECMO? احنا ليه محتاجين الإكمو؟ بمنتهى البساطة ده ECMO بيقدر يشتغل شغل الهارت أو اللنج أو الاتنين. يعني لو عندي مشكله في الهارت فانا ممكن استخدم الاكمو، او عندي مشكله في اللنج فاقدر استخدم الاكمو، او الاثنين فيهم مشكله في الحاله دي هحتاج للاكمو. طبعا الاكمو بيبروفايد تايم فور ذا بودي تو ريست اند ريكفر باي دوينج ذا ورك اوف ذا هارت اند لنجز. اكمو كان بي يوزد فور ريسبيراتوري سبورت تو اتشيف ذا جيزس اكسشينج اند تو ريست ذا لنج Ultimate Protective Ventilator Strategy. For cardiac support, it restores the oxygenation to the vital organs, decompress and rest the heart, bridge to decision, recovery or transplant. The common respiratory ECMO indications في عندي النيونيتس والبيدياتريكس. في النيونيتس طبعا ممكن يبقى الميكونيوم اسبريشن سندروم، لو congenital diaphragmatic hernia, persistent pulmonary hypertension of the newborn, sepsis, RDS. In pediatrics almost respiratory complication like pneumonia, different causes of pneumonia like viral, bacterial, aspiration and ARDS. Common cardiac indications for ECMO, post-cardiotomy, single ventricle, myocarditis, sepsis, and ECPR. ECPR is an extracorporeal cardiopulmonary resuscitation. You can use the ECMO during the arrest to replace the CPR or to work instead of the CPR. Who is the team? First, the surgeon. أول واحد هو السيرجن طبعا. The one who is connecting the patient to the ECMO, who is inserting the cannula inside the veins and arteries. أول واحد هو السيرجن. بعد كده بيجي بعديه البرفيوجينست، الشخص اللي هو بيتعامل مع الإكمو ماشين نفسها وبيعمل الموديفيكيشن. الانتنسيفست اللي هو بيبقى شيرينج مع البرفيوجينست، مع الكارديولوجيست، مع السيرجن في الديسيجن وفي التشينجز اللي بتحصل مع البيشنت، و ات ليست بتحتاج تو نيرسز لانه طبعا بيكون البيشنت في a lot of work needed ف one nurse cannot afford to do this job.
هاو ات لوكس، الايكمو شكله ايه؟ زي ما احنا شايفين في الصوره، في عندنا في تيوبنج ذات از كونكت تو ذا بيشنت، التيوبس دي بتبقى كونكتد للبيشنت عن طريق الكانيولا اللي بتدخل في الاماكن المخصصه ليها، سواء فينو فينس ايكمو او فينو ارتيريال ايكمو، هنتكلم على ده في السلايدز اللي بعد كده. البلاد جاز مونيتورنج والبريشر مونيتورنج والووتر هيتر ده اللي بيعمل وورمنج، والاكمو بامب اللي هي الموجوده هنا دي اللي بتبوش البلاد وبتسحب البلاد من البيشنت وبتعمل له بوشنج بعد كده. وعندنا الارتفيشال لونج او الاكسجينيتور زي ما بنسميه اللي هو بيعمل عمليه الجاز اكسشينج، وهنا في باك اب باتري بحيث انه لو حصل في مشكله في الكهرباء او كده الباتري تبقى تشتغل على طول. ودي صورة انه بتورينا ازاي الاكمو ده كان بي كونكتد، ده شكل من الاشكال انه كان بي كونكتد تو ذا هارت عن طريق الفينز او في الكانيولا، تكون في الاس في سي والاي في سي او في الرايت اتريوم، وتاخد البلاد ويرجع على البامب، تعمل له بامبنج الى الاكسجينيتور او الممبرين لونج، تعمل له الفلتريشن هنا للسي او 2 واكسجين oxygenation then will be warmed then will be pushed back to the patient. طيب how we connect الاكمو؟ احنا عندنا في نوعين من الاكمو، يا اما فينو فينس اكمو يا اما فينو ارتيريال اكمو. يعني ايه فينو فينس اكمو؟ يعني انا باخد البلد من فين وبعمل له oxygenation وبرجعه تاني للفين، تمام؟ يبقى انا في الفينو فينس دوت المشكله في اللنج فقط، الهارت سليم ما عندوش اي مشكله، فانا باخد البلد بعمل له اكسجينيشن بقوم بدور اللنج وبرجعه في الفين تاني، يمشي في الفينز يرجع على الرايت سايد اوف ذا هارت وبي بوش تو ذا لنج، هو اوريدي اكسجينيتد، then will go back to the heart we push to the circulation. الاذر تايب از ذا فينو ارتيريال. فينو ارتيريال هي المشكله بتبقى الحقيقه في الهارت هنا اكتر، ف بناخد الفينس بلاد تمام before going into the heart or من الرايت اتريوم او من الاس في سي ان اي في سي، ونعمل له اوكسجينيشن then will be bumped again not to the heart but to the aorta وعشان يروح السيركيوليشن دايركت، يبقى احنا باي باسنج ذا هارت اند لانج. هنا الفينو ارتيريال الايكو ماشين it will do the work for both the heart and lung. ودي من الصور اللي انا بحبها اللي هي للفيرست نيونيتال ايكمو سيرفايفور بيبي سبرانزا. دي سبرانزا اول واحده عدت كحاله ايكمو وهي دلوقتي في الاربعينات من عمرها، ما شاء الله شايفين الاستادي دي كانت بابلشت في 1976. The overall outcome في النيونيتس الريسبيراتوري بيكون الاوتكم فيهم 71% سيرفايفر، والكاردياك بيكون 41%. طبعا الريسبيراتوري بيكونوا افضل من الكاردياك، وبالنسبه للبيدياتريكس برضو الريسبيراتوري افضل ولكن اقل شويه من النيونيتس 58، الكاردياك 41 almost same percentage like neonates. What are the contraindications of ECMO? The main contraindications to all form of neonate and pediatric ECMO, we have an absolute contraindication like if you have a lethal chromosomal abnormality, يعني patient trisomy 13 أو trisomy 18, ده lethal anomaly. It's not wise to connect him to the ECMO. Why are you connecting to him to the ECMO? He has a multiple congenital anomaly and the prognosis of the patient is not good, so it's not indicated for ECMO. If you have severe neurological compromise, if you have severe intracranial hemorrhage or with a mass effect, this is a contraindication for ECMO. If you have grade 3 or greater intraventricular hemorrhage, if there is allogenic bone marrow, transplant recipients with pulmonary infiltrates, incurable malignancy, uncontrollable bleeding. كل دي absolute contraindication للإكمو. في طبعا high risk patient
اللي هم الانفنت with pertussis pneumonia or disseminated herpes, cytomegalovirus, severe multi-organ failure, severe coagulopathy or thrombocytopenia. Here we are talking about the relative contraindication for the ECMO. So the duration of pre-ECMO mechanical ventilation more than 14 days. Recent neurosurgical procedure or intracranial hemorrhage within the last 1 to 7 days. Pre-existing chronic illness with a poor long-term prognosis. Irreversible organ damage. If the weight less than 2 kilograms for the neonates or less than 34 weeks, postmenstrual age, patient with disease state with a high probability of a poor prognosis. Why cardiac ECMO? ليه نستخدم cardiac ECMO؟ أول indication لل cardiac ECMO إنه post-operative ECMO. بوست اوبرتيف ايرلي بوست اوبرتيف عملنا للبيشنت اوبن هارت سيرجري وايرلي بوست اوبرتيف فيلير تو سيبريت هيم فروم ذا باي باس ماشين وي كان نوت سيبريت هيم فروم ذا باي باس ماشين وي اكسكلودد ايفري ثينج سيرجيكال ذات كان بي كوركتد ومش عارفين نخرج من على الباي باس ماشين لاي سبب سواء كان لو كارديك اوتبوت او دي ساتوريشن او وات ايفر ذا بروبلم يعني بس في فيلير تو سيبريت فروم ذا باي باس ماشين سو جو اون ايكمو then stabilize the patient and you can set to check what's the problem, if there any cause that can be fixed or not. The exit strategy here is it's a period to recover from the effect of bypass surgery, look and fix for the residual lesion or for transplant. If you fail for everything, you fixed everything and you cannot wean from even the ECMO, so you can go for transplant, of course, if it is available. The philosophy here is it's a short rounds of support to recover from the effect of surgery and the cardiopulmonary bypass. All centers performing cardiac surgery should offer support. For cardiac ECMO is acute heart failure. If you have decompensation of chronic process cardiomyopathy or acute process like myocarditis, sepsis, all these can be indication for the ECMO. The exit strategy is to recover from this myocarditis or sepsis or whatever. Decision, time to take decision or the patient die, or time to transplant, or bridge to transplant. These are the exit strategy in these indications. Take to deliver an excellent ECMO service. يعني الECMO service it's a very complicated and it needs a lot of money, of team, of a lot of work. It needs a very efficient team, well-trained, need a good patient selection. The timing, the early to use it, is I think the better the outcome. And knowing when to stop, not to just connect the ECMO and just leave the patient on ECMO. No, when you put the ECMO, you try to know when to stop the ECMO. You need a very good training, as we said, and risk management. What are the neonatal ECMO criteria? If you have oxygenation index more than 40 for more than 4 hours, or oxygenation index more than 24 hours, gestational age more than 34 weeks, weight more than 2 kilograms, reversible lung disease, and no major intracranial hemorrhage, no lethal congenital anomalies or abnormalities. The pediatric ECMO
criteria. First, the potential reversible disease, failure to respond to maximal conventional therapy, no irreversible CNS injury, no major immunodeficiency, oxygenation index more than 35 for 4 hours. في النيونيتس احنا قلنا more than 40 for 4 hours. هنا في البيدياتريكس نزلنا شوية بالoxygenation index into more than 35 أو oxygenation index more than 24 hours. نبدأ الإيكمو. إيه الميديكيشن اللي حضرها معايا وأنا بجهز البيشنت الإيكمو؟ طبعا أحتاج good analgesia like fentanyl. You need a very good dose of fentanyl. You can use 5 to 10 mics per kilogram. You need muscle relaxant like rocuronium or vancuronium or sisalchocurium or whatever you are using in your unit. Okay. You need heparin bolus from 50 to 100 units per kilogram. You need to be ready with the blood products because the patient may go into bleeding, and you have to be ready with all the blood products and antibiotics according to your local protocol. ECMO goals ventilation. To maintain adequate tissue oxygenation to allow recovery from short-term cardiopulmonary failure. Adjust the ventilator setting, allowing for lung rest, minimizing further ventilation oxygen-induced lung injury. طبعا احنا we set the setting of the ventilator. Usually we use the rate of 10 beep of 10 and lowest oxygen that we can use FiO2 of 21 to allow the rest of the lung because you are the ECMO can do the work of the lung, so no need to hyperventilate the lung. You just keep low rate and high PEEP just to keep the lung open and recruited and not to exhaust this lung without any reason. These are some settings, like we said, PEEP of 10, rate of 10, PIP of 20. You can go down with this PIP in case of neonates, and FiO2 from 0.21 or 21 percentage. هنتنقل بعد كده للسيفتي تشيكس، ودي من اخطر الحاجات واهم الحاجات لما تحط البيشنت على ايكمو. لازم يعني زي ما بنقول خلي عينك في وسط راسك. You have to be very alert. في الاول set alarm limits بتاعتك، re-zero pressure lines والفينس والبري والبوست ممبرين، check through ECMO circuits والتيوبينج واللاينز، الECMO gas analysis عن طريق البري اللي هو الميكسد فينس والبوست اوكسجينيتور اللي هو الايه الارتيريال، check the oxygen venous saturation. الميكسد فينس المفروض يبقى اكتر من 70%. Patient temperature is tightly controlled لأنه patient can easily lose the temperature whether to hypothermic or hyperthermic. ABG oxygenator every 12 hour. طبعا دي baseline numbers أو timing to take the blood gas for the patient. ABG from the oxygenator every 12 hour. You can take more frequently if you have any doubts. For the venous blood gas, 6 to 8 hourly at least. You can do it, زي ما قلنا, more frequently. And check the diuresis. Consider hemofiltration أو dialysis. طبعا على حسب ال patient, urine output بتاع ال patient, ال kidney function بتاعة ال patient. هبدأ أشوف هعمل hemofiltration, هعمل dialysis ولا مش هعمل dialysis. كل ده بيعتمد على ال الكونديشن بتاعت الكيدني بتاعت البيشنت واليورين اوتبوت بتاعه والفلويد بالانس بتاعه، وانا محتاج ايه من البيشنت؟ محتاجه يطلع نيجاتيف البيشنت ايديميتس ولا لا ولا ايه؟ طيب الانتيكواجيليشن من الحاجات المهمه جدا والخطيره جدا. الحقيقه ممكن اقول من اهم الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها لما نحط البيشنت على ايكمو، لانه الانتيكواجيليشن لو البيشنت
لو زودنا في الانتي كواجيليشن فالبيشنت هيبقى عنده بليدنج تندنسي، وممكن ايزلي انه يحصل له انتراكرينال هيموريج او يدخل في ماسيف بليدنج ويبقى انكنترولد. او لو انت ما بقاش ويل انتي كواجيليتد خلاص، فساعتها هيبقى عنده ريسك انه يحصل له ايه ثرومبو امبوليك اكسيدنتس، سيريبروفاسكولار ستروك، او يجي له اسكيمياس او حاجات زي كده. ودي شفناها يعني مش قليله بتحصل على الاكمو، فناخد بالنا جدا من الموضوع ده. طبعا بندي هيبرين لودنج 100 زي ما قلنا او 50 to 100، وبنبدا هيبرين انفيوجن. الستاندرد ديفيوجن اللي هو 20 يونت بير كي جي، والتايتريت او التابر على حسب البي تي تي والاي سي تي بتاعك. الاي سي تي بنعمله طبعا فريكوينت في الاول، وبعد كده لو كنترولد بنبدا نخفض شويه الفريكونسي. التارجت بتاعنا في الاي سي تي اختلفت فيه الاقوال شويه، في ناس بتحاول تظبطه من هون 180 to 200، هنا احنا قايلين انه من 215 to 230، يعني في نفس الرينج. ممكن نطلع شويه عن 210 20، ممكن ننزل شويه 160 180 لو عندي مثلا بليدنج في البيشنت زي ما احنا ايه قايلين. طيب لو البيشنت ده حصل له هيت او هيبرين انديوست ثرومبوسيتوبينيا، انا ما حطيت البيشنت على هيبرين انفيوجن وبدا يدخل لي في ثرومبوسيتوبينيا ذات كانوت بي كنترولد، اعمل ايه؟ ممكن استخدم الاذر انتي كواجولانتس او الحاجات النيو الانتي كواجوليشن زي الارجاتروبان او البيفاليرودين. النيورو اسيسمنت اون ايكمو، وده برضو من اهم الحاجات اللي لازم نخلي بالنا منها جدا لما تبقى البيشنت على الاكمو. البيشنت ممكن ما تحطوش على مصر ريلاكسنت وهو على الاكمو عادي جدا، ولو هتحطه يبقى لازم تعمل ديلي هولد، تمام، او زي ما بنقول سيليشن فاكيشن او باراليسيس هوليداي او وات ايفر يعني الاكسبريشن اللي انت بتستخدمه في الوحده بتاعتك. انما ده مهم جدا ان انت تتاكد ان البيشنت ده بيتحرك عشان تاسس النيورولوجيكال ستاتس بتاعته. سيريال كرينيال الترا ساوند طبعا ده لو بيبي صغير، لو انفنت اقل من سنه او سنه ونص ولسه عنده الفونتانيل اوبن، يو كان دو ذا كرينيال الترا ساوند عشان تشوف لو في انتر كرينيال هيمورج. ممكن تعمل له الاي اي جي طبعا. اميديت انفستيجيشن لو عندك اي ديتيريوريشن في النيورولوجيكال ستاتس بتاعت البيشنت. البيوبلز لازم تو هاف تو assess the pupils, you have to observe for any seizure and you have to treat early. You can connect the nurse or near infrared spectroscopy. This is like a tape connected to the patient forehead. We assess the cerebral blood supply or cerebral oxygenation. ودي كانت آخر حاجة في محاضرتنا النهاردة. إن شاء الله تكونوا استفدتوا منها حاجة، وإن شاء الله نوعدكم بحاجات أفضل في المرات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.